من مراكش جدي لقيتو مات ما قدرتش نشوفو. هذه هي الحاجه اللي بقات فيا، اعمامي من الفوق من خمسه الناس، ثلاثه البنات وباهم واختو، لقيناهمش. هذا الطائر جوج الناس، وحده تجبدوها السيده تجبدوها ومات، الاخر مضروب في القلب، هذا وزول تارو داند ولا فين. لا شي واحد السيده معنقه ولدها، السيده معنقه ولدها وبقوا لقاوهم ماتوا بجوج وهي معنقه ولدها. لا اله الا الله عليها 12 واحد نفس الدوار. الناس راه كتعاني بزاف، راه الناس راه باقي لينا حنا البشر تحت الارض مازال ما لقينا حد لان. جا هادشي الناس تخلعوا وبقاو في ديورهم، اتضح لهم هاد المحلات ديالهم، غير هاد الدار فاش كنهضر معكم دابا راه تقريبا 11 واحد اللي ماتت فيه، وبقى فيهم واحد اللي بقى. هاد الناس راه دابا حاليا ما عندهم فين يسكنوا، واي دابا تمشي تلقى شي واحد هنا ما عندوش درهم باش يشري خبزه من جيبو. السيدة معنقة ولدها، السيدة معنقة ولدها وبقوا لقاوهم ماتوا بجوج وهي معنقة ولدها. لا إله إلا هو عليها 12 واحد نفس الدوار. الناس راه كلشي راب ليهم، والناس راهم راه غير في الجنانات فاش جالسين. والله يجازيكم بخير، اللي عنده باش يعاون، وكاينين المحسنين يعاونوا هاد الناس، راه ما عندهم حتى المحلات، الناس جالسين غير في الجنانات بلا ما بلا ضو. الناس راه كتعاني بزاف، راه الناس راه باقي لينا حنا البشر تحت الارض مازال ما لقينا حد لان. الناس راه مساكن راه مقهورين، داكشي اللي عنده راه تغط تحت الارض، راه شي 40 جوج تلقيناها في الارض بلا الجراح بلا السميت. المهم داكشي اللي كان في الدوار راه مشى، دوك الناس اللي عندنا في الدوار راه مشاو، راه باقيين غير شي فروع صغار. والله نطلبوا الله يفرج، هادشي هو. الله يفرج فيك، سامحك.